عندي 3 4 مراكز، ما عجبني غير جماعنا هذول. تعاونهم حلو، سعرهم حلو. أنا مصطفى محمد من العراق، جيت للهند هنا، جيت هم علاج يعني سياحة، وتسوى أسناني يعني افتريت هواي مراكز الصراحة، عندي 3 4 مراكز، ما عجبني غير جماعنا هذول المراكز. تعاونهم حلو، سعرهم حلو، مواعيدهم مضبوطة، وبلشت وياهم ما شاء الله 3 أيام كملوني. آلام ما عندي، شغلهم درجة أولى، يعني أي شيء اتفقوا وياي نفذوه 100%، والحمد لله والشكر. اليوم كملت وهسه راجع بالليل إن شاء الله.